92 من اسس اسس مول هو موظف يا شاوش هو اللي عطاه هذاك يسوق لابيلانس الا ما كانش هو كيعيط على شي عادو العادو اللي من كيجيب هذا لابيلانس مستشار الا كنت انت كتساندي في انتخابات ما كنتيش كتساندي في انتخابات كيقول داك الشي مور بلا ما تمشي لعند هذاك كيدير حمله انتخابيه كيهز عادو هو اللي كيمشي يدي ميت ولا يدي واحد مريض لاش كيدير داك العادو العادو ما خصوش منو يدي لابيلانس صوت عليه المره الجايه بس لا لا ما درتيش باش زعما انا كنقضي لكم في الغارات ديالكم انا لابيلانس ديال المواطن لابيلانس ديال الدوله احنا ما عطيناش شي عاد ولا شي رئيس احنا خاصنا شي فور لابيلانس يكون تما ساكن احنا عندنا عساس دابا كيربح شي 250 فرنك كاين درويش ما عندوش 100 فرنك اعطينا السكنه ولا تعقل اعطينا السكنه في الجامعه كاسم فيها الدجاج دابا الا مشينا دابا الجامعه عندنا كاين الدجاج اشنو هو السبب تاع احنا هذاك نعطيوه هو اللي خدام وما نشدوش حنايا واحد شيفور ديال لابيلانس يبرك لينا تما باش تبغينا في العشرة ديال الليل 11 ديال الليل 12 ديال الليل الواحد ديال الجوج عندنا هنا مرا حاملة لما الخضرة تسقط تموت وانا كنقول نتحمل مسؤوليتي عندنا حنا هنا جوج سبيطارات والسبيطار كيقولوا ديال الحسن الثاني نصره الله قدروا فيهم مافيا ما عندهمش غير جناوي عندك سبيطار الرازي وسبيطار الحسن الثاني راه الا ما عندكش الماده ما تدخلش ليه موش كنينيك ما كنقولش حنا مثلا كنينيك كنشوك لك بالفلوس دابا حاليا الا مشيتي دابا للسبيطار ديال الحسن الثاني او سبيطار الرازي الا ما عندكش الماده ما يدقوش لك بلا انا نتحمل مسؤوليتي واللي قال هادشي هذا نمشيو دابا انت دابا تمشي معايا وانا غندير راسي مريض لعند الحسن الثاني الا ما جبتش 1000 وتشوهي بعينك ولا 2000 ما يدقوش ليا بلا ما يستقبلنيش تبقى تما مليوح الله يجعلك تموت لا ماني نشوفك دابا عندنا جوج سبيطارات كان نتحمل مسؤوليتي والله العظيم يا كان هو في يوم الطبيب تا مافيا محطوط لينا شفاره الدوله حاطه لينا شفاره لعند سبيطار الحسن الثاني وسبيطار الرازي دقيقة بالنسبة للامبيلون كيستعملوها الناس اللي كيصوتوا يعني أغلبية ديال الرعاية كيدير بهم حملة اللي ما ذوك المعارضة هما المواطنين ديالهم ما كيستغلوش الامبيلون هذا هو إذا شكرا لك الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد التدخل أمين بن سعيد ساكن دوار الحسيسنا أولا أريد أن أتوجه بالسلام وبالشكر لجميع من أحيا هذه الجلسة ولو بالقليل. أريد بصفتي أنا تلميذ أنوب على جميع تلاميذ حساسنا. أنا تعرضت للإقصاء المدرسي كنت غنتعرض ليه في 2009 وكل مرة كل عام كنعاني من هذا المشكل بالجانب المادي ما كاينش باش ترونسبور. يعني أنا اللي جيت نعاود لكم قصتي راك تجسد جميع القصص ديال التلاميذ اللي كيعانوا. حنا أصلا كنعانيو من هذا المشكل ديال الترونسبور ما عندناش خاصك 20 درهم باش تمشي واللي عنده ثلاثه الوليدات راه ضربه في ثلاثه يعني مصاريف ماديه كبيره وكنت الصراحه كنت كنشوف شي تلاميذ والله اراهم ارى مستقبلهم اراهم في مستقبل زاهر يعني كنت كنشوف فيهم الطبيب كنت نشوف فيهم ان شاء الله كله ولكن راهم كيتسكعوا فيه ما لا قرايه له هادشي راه حنا معاكم في كتابكم ديما مرحبا هادشي اللي بغيت نقول انا هادشي راه حنا معاكم في كتابكم مرحبا راه فين ما بغيتو نوصلو هادشي نوصلو انا والله العظيم والنبي الكريم وحق الاسم روح الرحمن وحق الاسم روح الرحمن يقسم لك بالله العظيم ومن خلق هذا الكون يكون انا تاخذوا الاسماء ديالي راه عندكم الا ما كنطلبكم تستدعوني للبرنامج ونقول هذا الشيء هذا امام البرنامج هذه يجي واحد الوقت يقسم لك بالله العظيم والله العظيم الا ما حنا لو كنشوفوا البرنامج كيقول لك هذا الشيء كيقول هذا الشيء ولكن ماشي لنا والو حنا حاليا قلت لك باقي المستعمرين هنا حنا مازالنا كن مازال بحال كنصنتوا كنقولوا هنا عندنا الحريه ولكن مازال ما شدناها هذا اللي قال لك هذا الدراري قال لك متعرضين لنا هاد الشباب ديال القرايه دابا كاين عندنا الان شباب ديال 14 سنه مشى للمخدرات التشرب والفقر ولا ماشي قرا 14 عام 15 عام ما صاب باش يكمل مع ما تعلم صنعه ما تعلم يفلح ما تعلم يخدم في موقف يقلب خيزو ما تعلم يمشي البطاطا ما تعلم يسرح ما تعلم والو 14 سنه مشات لي ما جات شاب ما مشى غير مشى للخمر ومشى للحشيش ومشى حنا عندنا حاليا دابا
يقسموا لك يا بالله لناش عندنا انا في جامعات حساسنا. الى جيه وحل ثمانيه البزنازه اللي كاينين هما اللي ناجحين هنا. عندنا هادشي هما اللي ناجحين هنا على الشباب. دابا حنا ما كلموش الشاب لدار جنوي. ما كلموش الشاب الا قطع على شي واحد ودا لي رزقه. من حقه ما عندوش باش يتوصل باش يقرا. عندنا الشاب كيقرا كيشوف. عندنا حنا دابا كيقول لك اي شاب كتسولك يقول لك هذه الدوله سيدي ما قيماش بينا. اش دايرين حنا الدوله هذه؟ الدوله هذه اش دايرين حنا الدوله؟ كيقول لك اش دايرين حنا؟ حنا دابا عندنا النقص في اي واحد كيقول هذه القضيه. انا كنحمل مسؤوليتي نقول انا بروحي كنقول انا في عمري 55 سنه انا اللي داوي معك عندي الارض على الطريق قال لك ممنوع تبني. وكاين الناس اللي لاباس عليها بانيه. انا متحمل مسؤوليتي. انا مازال ما شفت والو من الدوله. انا با عنده 100 سنه وانا عندي 55 سنه باقي ممنوع البني. كيفاش غندير انا؟ وعندي عندي خمسه الاسره. كيفاش غندير هذو خمسه الاسره؟ انا كنقري بجوج دلال. كيفاش غندير باش غنمون مال؟ ما كاينش الخدمه هنا. ما عندناش هنا الخدمه ما كاينش. واش غتخدم؟ تخدم 60 درهم تخدم 70 درهم. 70 درهم لمن غتعطيها؟ تعطيها للدقيق تعطيها للسكر ب 300 تعطيها للزيت ب 300. احنا عندنا حانوت انا لازم الخشب نصلي عليه. عندنا حانوت مكري. عندنا حانوت مكري في الجماعه. هذا هو التدخل اللي كندخلوا حنا. حنا عندنا حانوت مكري مفيدين مفيدين. عندنا حانوت انا مكري بنا هو كتعطيه الجماعه البون ديال الدقيق باش يفرقوا على الدراوش. عندنا حنا دابا مكري ومسدود. ما عمرش شي واطن مواطن هنا كان بغي يجي المسؤولين يسولوا شي مواطن اللي جابوا لي هنا قال لي الشيخ ولا مقدم ولا شي عادوا من الجامعه قال لي سيدي 15 يوم ولا من 20 يوم تمشي تاخذ الزيت ديالك وتاخذ الدقيق ديالك وتاخذ السكر ديالك ما كاينش. حانوت مكري والدقيق اللي كيجي للجامعه ما كاينش. كياخذوا البورز. حنا عملوا ولد عو زمونا حاليا انا من غير هذا المسؤول هذا هو اللي ما خصنا نستافدوا حنا. جا قال لك اسيدي غادي نتزموا واش كيعطوني جوج كيلو ديال الرويزه واش انا مقيد في الروج؟ واش مش علاش غادي ما عنديش منين نبيع واش غادي نمشي نصور تيتر 3 منين ولا 4 منين التيتر ماني غنجيب انا ما عندناش باغي نحفروا به. حنا دابا كاين شي 4 الخيام ولا 5 باغي نحفروا به قال لك ممنوع. عندك اسيدي شي تيتر زي مرحبا نعطوك الرخصه. كيفاش غنديروا حنا؟ كيفاش غنديروا؟ ما بقاتش هاد القضيه هادي كاينه دابا. حنا عندنا والله واخا يجي دابا اي مسؤول نقولها ليه ويجي هنايا يقسموا لك بالله وانا كنتحداها ونقولها ما عطيتي الرشوه ولا حفرتي البير. انا نتحدى مسؤوليتي انا دابا. نشكرك انا كنعرف اللي عنده خمسه قطارات الدوله خصها تعطي ممنوع جوج قناطر الهكتار ياك ما عندناش 10 قناطر الخمسه ما عندناش انا لا اسمح لي القطار شحال خصو جوج قناطر ياك وكيعطيك جوج كيلو عوض 10 قناطر. دابا حنايا الا مشيتي دابا انا مشيت للزانيكوزا سيد عيني بغات الزريعه ما كيعطوكش الزريعه الزريعه مقايد بها الحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان عطاونا الزريعه هنا بوك زمان هذاك والوقت اللي مشينا دينا الغراء قال لك سير فين تبغي. هنا احنا 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 برشيد مستافدين فيه الناس الكبرى. دابا الا مشيتي معايا غدا اللي كان هادشي ديال التقيات ديال الجفافات وديال الناس اللي كتسير شكون غتسير؟ غتسير ولد الشيف شاد مليار ونص سير ولد الشيف عباس شاد مليار. دابا حاليا الدوله خاصها الدوله انا علاش بغيت نمشي للبرلمان الدوله خاصها تحيد هذه الحصانه البرلمانيه تتحايد على هاد الناس خاصهم ما ياخذوش القرض كاع خاصهم ما ياخذوش المعاونه واخا يجي الجفاف حيت هو يمون دوله. الا جا دابا بن الشيب ولد سيدي عباس يديروا كونتراد مع دوله مع الدوله ديال المغرب اللي فيها تقريبا 35 مليون يمونوها 30 عام وما يتخلصوش هاد الناس صافق معاك ونعطيهم القروض ونخليو الدويس اللي ما شافش العشاء. هادي لا مستحيل. هذا اللي كيقول لك في البرنامج يجي انا هذا وزير الفلاحه نتحداه لما عطانا لهاد الدرويش. كاين شناه ولا جاهنا زمو قال لك كيفاش كتعيشوا؟ كيفاش حرتوا؟ هذا دابا ولد سيدي عباس غير كيتخلص قال لي ما خاسرش. هاد الدرويش دابا البهيم سيرا كتموت. نوض دخل معايا نشوف نوريك البهيم سيرا كتموت. البهيم نخلها ب 2000 ريال البالة ديال التمن ب 400 ريال
من غادي يجيب هذا المسكين؟ شطات الدوله هذا المسكين، خدمتي كول ما خدمتيش ما واكلش. الدوله قلت لك حنا قبل كيجي لك 5000 درهم ولا هو يعقل. دابا جات تقرا الورقه فيها الطوموبيل، فيها لك اللي كيجيب لك وفيها الطوموبيل وفيها المازوت خلفوا المواطن. ولا هو يعقل حنا من اللي كيديرنا حنا دابا يدير لنا دابا 7 سنين تتخلص البوطه ديال الضو. هذا هو استعمار. باش هو هاد الشركه اللي جابت لينا البوطو ودير لي الضو باش كتخلص هي؟ الا ما جابت لينا هاد البوطو ودير لي مكانه كنخلصها كل شهر. كيفاش انت تخلص 700؟ شنو هو هذا؟ شنو انا كنقولها حاطه في البلاد وحاطه في البلاد ديالك. هذه لا مستحيل، هذا ظلم هذا في البلاد. حاج تم اش غنقول لكم على غير على حساب